معي الآن على الهاتف الأستاذ محمد المشوح، صاحب ثالوثية المشوح الثقافية والناشرة. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. ودي الحقيقة يعني أعرف انطباعك عن اللائحة الجديدة ويعني الأندية الأدبية، وإذا كان لديك ملاحظات عليها نود نسمعها، خصوصا ضيفي الأستاذ عبدالله الأفندي. شكرا. أولا أحييك وأحيي ضيفك الأخي والصديق الأستاذ عبدالله، وأزف التهنئة لزملائي والإخوة من المثقفين والمثقفات الذين استبشروا الحقيقة بصدور هذه اللائحة، والتي طال انتظارها من قبل جموع المثقفين الذين كانوا يتلهفون سماع هذه اللائحة. في اعتقادي وفي نظري أن اللائحة بمجملها حملت العديد من البشائر المهمة في تنظيم العمل الثقافي المؤسسي الرسمي، وهذه بلا شك إضافة مهمة تحسب للوزارة في هذه الحقبة المتميزة التي تعيشها في ظل الحراك الذي يقوده معالي الوزير. في اعتقادي أن هناك الكثير من التحديات أمام هذه اللائحة، متمثلة في جوانب عديدة يمكن أن يتم تناولها، لكن أبرز هذه التحديات هو تشكيلات الجمعية العمومية. وأعتقد أن الإضافة المهمة التي استبشر بها الجميع هي دخول المرأة عنصر رئيس و عضو فاعل في المؤسسات الثقافية عبر الأندية الأدبية، وهذا بحد ذاته هو احترام وتقدير للمرأة وكيانها عبر هذه الجمعية العمومية التي سوف تضم في ثناياها جموع المثقفين من الجنسين. نعم. في جانب آخر الحقيقة وهو ما يتعلق بالانتخابات، وأعتقد أن يعني اللائحة أشارت إلى وضع الانتخابات الذي سوف يصدر أو سوف يتمخض من خلال الجمعية العمومية التي سوف تضم في كل منطقة جموع المثقفين من الجنسين، ليتم الاستماع إلى رأيهم في اختيار مرشحهم عبر يعني الانتخاب الذي يضمن الحيادية للجميع، وهو ما طالب به الكثير. لكن في اعتقادي أيضا حتى فكرة الانتخاب لا أعتقد أنها ملحة في الوقت الحاضر، وأخالف بعض الإخوة والأخوات الذين ربما أعلنوا أو رفعوا لواء المقاطعة الثقافية للمؤسسات الثقافية الرسمية إلا بعودة الانتخابات للأندية الأدبية. لكن في نظري ليست هذه مشكلة، والآراء الفردية التي يقوم بها البعض تجاه المقاطعة للانتخابات لا أعتقد أنها حجمت أو أضعفت الدور الرسمي للمؤسسة الثقافية. فالحراك الذي تقود الأندية الأدبية الآن هو حراك مشهود وكبير، على رغم الاختلافات التي قد يبديها البعض في بعض التوجهات والآراء، لكن الجميع يصفق بحرارة لهذا الحراك الكبير وإن اختلفت الآراء حوله في شكل أو بآخر. نعم، شكرا لك أستاذ محمد. بغينا نجيب واحد ضدك أستاذ عبد الله، بسم الله كتب. على أي حال شكرا لك يا أستاذ علي، شكرا للأستاذ محمد المشوح، وهو من النخب الثقافية التي نعتز بها ويعني نتابع نشاطاته وطروحاته. هناك أنا يعني أعترف بما قال بأن هناك تحديات أمام هذا العمل وأمام هذه اللائحة الأساسية للأندية الأدبية. أبرز هذه التحديات كما تفضل الأستاذ محمد ربما سوء الفهم لعدم القراءة، لعدم التمعن في 39 نقطة وردت في هذه اللائحة. أيضا هناك بعض النخب الثقافية التي كانت تقاطع الأندية الأدبية، اليوم رأينا على صفحات الصحف ترحيبها بهذه اللائحة وعودتها وانضمامها إلى العمل الثقافي الذي بلا شك يفرح المسؤولين في وزارة الثقافة والإعلام وعلى رأسهم معالي الوزير. نحن نرحب بكل صوت ثقافي سعودي مخلص لهذه البلاد يحاول أن يقدم صورة واضحة عما يجري فيها. نعم أستاذ عبد الله، فيه فترة الوزير إياد مدني الفترة الماضية كان في دعم مالي للأندية الأدبية، يعني لي يعني حتى يكون في نتاج لها أكثر. أيضا بعض الأندية الأدبية ما كان عندها مباني يعني جيدة، وبالمناسبة كان الاجتماع والإعلان في ذلك الوقت كان في النادي الأدبي في مكة، وهو يعني نادي متهالك يعني في حي، ويعني حتى الوصول له كان صعب يعني في تلك الأيام، فكان الاجتماع هناك
وحفز الحقيقة لدعم الأندية الأدبية من حيث المباني من حيث أشياء أخرى. ماذا عن هذا الدعم؟ يعني هل 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 انعكس إيجابا من يعني من تلك الفترة حتى الآن؟ خالي، يبدو أنك مهتم في نادي مكة. دعني يعني نعرف للمشاهد ربما كلمة متهالك تعني بها المبنى الموجود فيه النادي، ولكن النادي كناد فاعل في الساحة الثقافية السعودية. بالنسبة للنادي، طبعا أقر مع الوزير على بيع النادي، وبيع بمبلغ 14 مليون أو حوالي 15 مليون، وهذا دعم لميزانية النادي. أيضا حصل النادي على أرض كبيرة في موقع ممتاز سيقيم عليها منشأة حضارية إن شاء الله تمثل خصوصية مكة المكرمة، تمثل الثقافة في مكة المكرمة. بالنسبة للاجتماع الذي أشرت إليه لمعالي الوزير السابق الأستاذ إياد مدني، اجتمع برؤساء الأندية الأدبية وكنت حاضرا ذلك الاجتماع، وقال لهم إن الدعم الذي يقدم للأندية الأدبية مليون ريال لكل نادي، ل16 ناديا، تم زيادة حوالي 4 ملايين عليه لدعم النشاطات المتميزة. يعني تعلم أن نادي جدة يقام وللسنة العاشرة على التوالي ملتقى قراءة النص، نادي المدينة المنورة يقيم ملتقى العقيق الثقافي، نادي تبوك يقيم ملتقى الخطاب الفكري الثقافي، أيضا نادي الرياض ملتقى النقد، وكثير من الأندية الأدبية تقوم بنشاطات متميزة. لا سيد عبد الله، أنا أقول انعكس إيجابا هذاك الدعم، انعكس إيجابا، تغير يعني صار فيه أعتقد لكل منصف لكل منصف لكل متابع أعتقد أنه انعكس إيجابا. ولعلك أخ علي حضرت ملتقى قراءة النص في جدة وشاركت في بعض الملتقيات الأدبية، إذا انعكس ذلك. أي نشاط متميز لأي نادي أدبي حينما يرفع به إلى الوزارة تقوم الوزارة بتمويل ذلك النشاط. يعني سنستقبل يعني في المرحلة القادمة تقريبا مشاريع ثقافية لكثير من الأندية. أستاذ عبد الله، عشان الوقت يعني أبها. نعم أنت معانا في أنت يعني أنت في نفس الكار، فبالتالي تعرف الوقت والأقمار الصناعية. لكن نعم، بس السؤال الأخير، لا تبخلوا على الثقافة أخ علي. لا 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 لا, لا تبخلوا على الثقافة. لا 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 نبخل. في قناة روتار الخليجية نهتم بالحقيقة ونتابع طروحاتكم الثقافية. تسلم. شكرا لك يا دكتور. يا هذه الدكتوراه فخرية اليوم من روتانا الخليجية، لا تتضايق منها. أنا ودي أسأل لمن يشاهدنا في الوطن العربي اليوم، هذه البنود وهذه اللائحة الجديدة، هل يعني أنه بإمكان المرأة السعودية المثقفة هذا النظام يسمح لها أن تكون هي رئيسة مثلا النادي الأدبي أو رئيسة مجلس الإدارة؟ يعني هذه اللائحة أقرت بالأمس وسترسل إلى الأندية الأدبية، وربما يبدأ الشروع في العمل بها بعد 3 أو 4 أشهر، لأن هناك التزامات مادية لكثير من الأندية الأدبية لا تستطيع أن تضع لائحة وتقول يعمل بها هذا اليوم. لابد من التدرج في هذا المجال والعمل بها، لأن هناك تعرف أن هناك التزامات بين مثقفين مع النادي لطباعة كتبهم ولطباعة نتائجهم الفكرية. عبد الله، ما جاوبنا على سؤالي. أن تعمل هذه اللائحة مباشرة. أتمنى وأتطلع، ولدينا أديبات مثقفات نعتز بفكرهن، نعتز بثقافتهن، نرجو أن يشاركنا بفعالية في الأندية الأدبية، وقد أتيحت هذه الفرصة في الجمعيات العمومية. يعني في ممكن يعني يحدث ذلك في الجمعيات العمومية. اي نعم ممكن، ليش لا، وترشح من تريد ومن تختار وترشح هي ايضا. جميل. في المجلس، ونحن فرحون بعطاء المرأة السعودية بنتاجها الفكري والثقافي. نعم، كل الشكر لك الاستاذ عبد الافندي مدير عام الإدارة العامة للأندية الأدبية على يعني اعطاء يا هلا يعني جزء من وقتك اليوم.